العلاج بالقلق عامة هو من شقين. العلاج ضروري ينعمل أول شيء جلسة جلستين ثلاثة مع اختصاصي بعلم النفس العيادة، يعني اللي بيسموه سايكوثيرابي، يلي هو عادة ما بيكون فيه أدوية، ولكن اليوم في دراسات حكي. كثير وقت بالحكي، بس طريقة الحكي بتساعد الإنسان يغير تفكيره، مش صحيح، حكي إنه مسايرة، لأنه كثير وقت شو بدي أروح أعمل؟ بروح يعني نحكي، بيفرجوا هو مثلا منه جوانب اعتراف، عدة. يعني هو الحكي في طريقة بالتفكير تبقى شوي خاطئة. يعني مثلا نقول بالعلاج السلوك الادراكي يلي كثير اشخاص بيستخدموه، انا بستخدمه بالادراك، الانسان بقى عنده شويه معلومات خاطئه، هون بيقدر الاختصاصي يساعد هذا الشخص انه يصلح الافكار، تبقى شغله معظمه بحجمها لقد ما هي لازم تاخذ حجمها. بذات الوقت في دراسات كثير بتفرج انه الاشخاص اللي عندهم قلق بيبقى عندهم حدا بالعائله كمان عنده قلق، يعني في عامل وراثية. وراثي. العامل الوراثي منه لحاله، بس العامل الوراثي موجود، العامل الوراثي بياثر على الهرمونات. ممكن اوقات اذا كان القلق كثير قوي والشخص عنده رهاب اجتماعي قوي لدرجه انه خلص انتهت حياته الاجتماعيه، نضطر انه هون نستعمل الشق الثاني اللي هو الشق الطبي. السايكايترست هون عاده بيشوفوا البيشنت، الشخص، الكلاينت، المريض، وممكن يوصفوا له دواء اللي هو مش بالضروره مثل ما كثير عم يفكروا انه بيعمل ادمان او هو دواء خطر. في دواء كثير شو؟ ادويه مثل انه بيعالج المشكلة دواء بحد ضروري ذاتها، يعني شغلته شو هو بيقوي؟ للقلق، بيرجلج هرمونات اذا بدك او ماده كيميائيه بالدماغ لحتى القلق عامه يخف. بس مع العلاج النفسي، يعني علاج السلوك الادراكي الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، بتساعد كثير بدراسات كثير واضحه، يعني فوق في عده في مئات الدراسات.